في زهرة الخليج هذا الأسبوع أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية 2012. المشعوذون يجنون المال والضحايا يحصدون الأوهام. الأهل ومواصفات شريك العمر، لائحة شروط لا تنتهي، مقالب وأفكار عجيبة في علب الهدايا، ماضي الشريكين، هل تداويه المكاشفة؟ النساء الحاكمات في العالم. الدكتورة فوزية الدريع تكتب عن اللقاء المحرج. ليلى علوي تكشف هكذا حاولوا اغتيالي أنا ويسرى. ماذا حدث في قضية اغتيال راغب علامة بين أمل حجازي ونضال الأحمدية وأحلام؟ ميشيل حايك يؤكد لولا خير الوليد بن طلال لجلس المطربون في بيوتهم. زهرة الخليج، لأنك زهرة.